من فضلكم لو النمو السكاني ما انخفضش صدقوني لن نشعر ابدا بتنميه، والدوله هتفضل تجري، الشعب هيعاني. دي قضايا خطيره جدا هي اللي بتؤدي ان الدول ما تتقدمش. الموضوع مهم جدا، من فضلكم ساعدونا فيه وتفهموا كويس جدا. يا ترى ليه الرئيس السيسي اصدر التحذير ده للمصريين؟ وهل سمعوا فعلا الكلام ولا لا؟ انا ماريا مجدي، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تحذير رئاسي صدر عن أعلى مستوى في الدولة من مشكلة كبيرة ممكن تواجه مصر، لكن الخطر مش بس في المشكلة، ده الخطر في عقلية ناس مؤمنة بأفكار بتعود لمئات السنين ومتخيلة إنها ممكن تعيش فيها في العصر الحالي. جهة اسمية أثبتت إن المصريين بكل أسف ما سمعوش الكلام. طب إيه حكاية الساعة اللي شغلت اهتمام الحكومة المصرية الفترة اللي فاتت؟ وهل الساعة دي ممكن تخرف؟ الحقيقة إن الساعة دي ما بتخرفش، وهي عبارة عن رصد دقيق جداً للتعداد اسمها الساعة السكانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على الهوى إن إنجاب أكتر من طفلين مشكلة، وشرح طبعاً تأثير الزيادة السكانية على الخدمات والتعليم والصحة. والمفترض لما التحذير ده يصدر عن مستوى رئاسي إن يكون في تفاعل معاه وكل أسرة تراجع نفسها كويس، لكن المصريين صحيوا فجأة على خبر بيقول إن عددهم 104 مليون و250 ألف نسمة. الرقم ممكن يكون غريب، لكن الأغرب منه إن المصريين في 56 يوم بس خلفوا ما شاء الله يعني 250 ألف طفل، يعني في أقل من شهرين سجلوا العدد ده من المواليد. طبعاً جت القاهرة رقم واحد في العشر محافظات اللي بيزيد عدد سكانها، وسجلت أكتر من 10 مليون نسمة، وبعدها الجيزة ب 9.4 مليون، والشرقية ب 7.8 مليون. ورغم ان في محافظات مصرية بتسجل عدد مواليد وسكان كتير، هنلاقي برضو محافظات تانية سجلت نسب اقل من الزيادة السكانية دي، زي بني سويف اللي سجلت 3.5 مليون نسمة، واسوان ودمياط اللي كل محافظة فيهم سجلوا 1.6 مليون، والاسماعيلية والاقصر اللي كل واحدة فيهم سجلت 1.4 مليون نسمة، أما بورسعيد والسويس فيدوب كل واحدة منهم مليون إلا ربع. ومع ذلك بنلاقي محافظات في حدود نص مليون نسمة أو أقل، زي مطروح اللي سجلت حوالي 536 ألف نسمة، وشمال سيناء اللي سجلت 450 ألف، وبعدها البحر الأحمر في حدود 399 ألف، والوادي الجديد اللي كان في حدود 264 ألف، وجنوب سيناء اللي سجلت 114 ألف. لحد هنا وانتهى كلام جهاز الإحصاء، لكن لسه أسباب كتر الخلفة مسيطرة على عقليات ناس كتير جداً، منها زي إصرار الزوجة إنها تخلف كتير علشان تربط جوزها بيها وبالأسرة، وهي مش عارفة إنها كده ممكن تكون بتصنع لي مكنة نكد تطفشه من البيت. ده غير بعض الأفكار القديمة اللي بتتروج عن إن الخلفة عزوة وبتعمل الإنسان عيلة وكيان، في حين إن أسر كتير سبب النكد اللي بتعانيه والمعاناة المادية اللي هي فيها إن الأب مش عارف يوفر عيشة مناسبة لأولاده ويصرف عليهم. وماله ربنا يزيد ويبارك عقبال ما تخويه، العيل بيجي برزقه. كلمات بتطلع كدعوات كل يوم لأسر علشان مخلفين طفل واحد، أو عشان الأسرة دي مخلفة بنات بس، وكتير من الأفكار اللي منتشرة بين الناس محتاجة وعي أكتر بقضية الزيادة السكانية، وحلقات الوعي دي بتبدأ من الأسرة اللي لازم تكون مدركة كويس جداً قدراتها المادية والصحية على تربية أكتر من طفلين قبل ما الفاس تقع في الراس وتلاقي كل أسرة مسؤولة عن خمس أطفال ومش عارفة تصرف عليهم. ومش بس الدعوات الرسمية للسيطرة على عدد السكان هي اللي هتحل الزيادة السكانية، لازم كمان الناس تكون واعية بظروفها كويس علشان تعرف تظبط البوصلة.